السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي، ومرحبا بكم في نهار جديد ومنتج جديد. عفوا هاد الأيام نايضة واحد الضجة على واحد الوباء اللي هو على وباء كورونا. يعني هاد الوباء اللي خرج ما بين ليلة ونهار، وبالخصوص في الصين. يعني هاد النورمال هاد الفيروس يعني كان تيصيب غير الحيوان، ولكن تطور حتى ولا كيصيب الانسان. بغينا نعرفوا شكون اللي طور هذا الوباء ولا هذا الفيروس باش ولا تيصيب حتى الانسان. المهم هو الامر تخد بعض الناس بجدية وتخد بعض الناس بسخرية. يعني كيف كنشوفوا اللي وقع مع الاخوان ديالنا اللي في ايطاليا، اللي يعني الوباء اتجه لذاك الجهة بالخصوص، وكثرت فيديوهات السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الاخوان راه عيب وعار والله. يعني الانسان يساند اخوه ماشي يتشفى فيه ولا يبغي يجني ارباح مور داك الفيديوهات. جيتي من فرنسا ولا بلجيكا؟ لا اخويا، عاجز من الطاليان والله العادي. طاليان؟ شنو مالو؟ خويا تخلص ولو ولا رجع؟ بصحة بصحة بصحتك. سعيد اجي تسلم على عمك، راجع من طاليان. وبغيت نقول لإخواننا اللي في إيطاليا، يعني ما عليكم إلا بالصبر، وما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إنسان يعني هذه راه غير ضجة، شنو نقولوا، إعلامية واقتصادية. يعني الأمر كله متركز، وهذا الشيء راه مصلحة شركة الدواء وبالخصوص اللقاح. يعني ذاك الفاكسان راه فيه ربح مجني، فلهذا يعني نايضر بالبلاء بلا والو. وشوفوا غير الكمامات يعني شنو طرا، والكمامة راه ما غتحميك من والو، الحامي هو الله سبحانه وتعالى. ويعني الانسان يحاول النظافة، اول حاجة هي النظافة. اما كيف نايضر تجع على هاد الكمامات، راه الكمامة راه كيديرها المريض ماشي كيديرها، ولا كنشوفوا الطبيب اللي تيكون تيدير عملية ولا الطبيب الاسنان، ولا راه كيديرها باش ما يوصلكش للجراثيم فاش خدام هو، ماشي راه منك دايرها، لا العكس. ولكن الناس هزا الهيت بالمقلوب. راه نشوفوا بعض ردات الفعل ديال خوتنا المغاربه حول هذا الوباء. تخلعونا هاد الايام اش بيه، مابقيناش كنمشيو لضرب عمار على علاش نتلاقى مع الشين ونكذب عليك. دابا راكش غندوز من تما قلب الطريق. كاين ريحه كورونا حتى لا شوف، اماك شاف حتى من بنادم ما قاريش مالو. ما كنعرف عليه والو، قريت عليه شي بوستاج في فيسبوك. نعوذ بالله. المهم قال لك بدا في جابون ولا ما عرفتش، في كوريا شي حاجه في هكا. تعلمتي هذا الشيء؟ قلت لك ما عرفت عليه والو، ما عمري قريت عليه شي حاجه زعما اللي نقدر نفيد بها شي حاجه. درت كورونا بحال اللي كيقولوا داك فوازات الخنازير. انا اول مرض كورونا. انت؟ هو انا فهمتي، ودايرة اصلا واحد لاشين على هذا الخصوص، يعني كيفاش نعالجوا المشاكل اللي في المغرب بشي مرض ولا بشي حاجه. المشاكل هي بنادم، حنا بغينا نحيو شويه من بنادم حكثروا العيالات. انت مسط، انت ما عندكش العقل. قتل بزاف الناس في الشينوا، في لي زيتازوني، في فرنسا، دونك بزاف البلدان، وباقي ما لقاوش ليه الدواء ديالو. مجهد بحال انفلونزا الخنازير، وبقى ما لقاوش ليه الدواء ديالو. المرض ما كناش كنعرفو، وما انا ما عرفتش انا واش ديال الصين ولا ديال شي جهه اخرى. اللي تاكدت منه انا هو ان هاد المرض الا وهله هو نعله نزلت على الصين على داكشي اللي كيدوه البورما. والله يا اختي بورما فين والصين فين؟ نعطيك الوصفه. اعطيني الوصفه. بومه صفراء في بيرلي 12 ديال الليل. ما يدورش بك كورونا. والله ما يدور بك مرض كورونا، مرض خايب، وكنت منها يبقى في الشينوا ما يجيش للمغرب. ما عرفتي مرض خايب ما خصوش ديال الشينوا.
هذا يمكن دعوه ديال دنيا باطمة قالت المغاربه الله يعطيكم السالمه، يمكن هذا هو مرض كورونا. ديال الماسك واخويا قال لك البيره كدور. البيره اللي كدور كورونا ولا قلت لك شي شركه كورونا ما فهمتش كورونا زعما شي شركه بحال شكل شركه ديال المكياج ولا بحال هكا. السلام عليكم، انت تعرف المرض اللي في الشينوا شنو سميتو؟ كورونا. ها كورونا شنو هي؟ عاودي كورونا. فوالا اش تعرف على هذا المرض؟ على ما حسب ما قريت عليه في مواقع التواصل الاجتماعي بلا مرض خطير. يا كاس وصلت حتى ل 82 حالة وفاة وأكثر من 4500 إصابة. ناري حسب ما كان طالع دابا نيا في مواقع التواصل الاجتماعي بلا كاينين شي حالات إصابة في المغرب تقريبا شي 15 حالة شي على حسب ما كيروج في مواقع التواصل الاجتماعي. شنو تيروج في مواقع التواصل الاجتماعي اخويا؟ على حسب ما قريت في واحد مواقع التواصل الاجتماعي بلا كيتكون حتى من الشراب، خصوصا واحد الماركه حتى هي سميتها كولونا حتى هي كاينه في الشراب. انت مسطي انت ما عندكش العقل اش تعرف هاد البلاد افهم ابل دخل علينا فيروس كورونا حنا في المغرب حنا كناكلو حنا ما كناكلو خبز هو جاي الخبز ديال الامريكان واتي ديال الشينوا سير منو كنخرج فيتامين شنو المغرب زوين هذيك صدقيني هذيك شوف المغرب انفومابل اش تعرف هاد البلاد انفومابل. اما فيروس كورونا ما كنظنش انه غيوصل للمغرب لان حنا المناعه اللي عندنا واكلينا حنا المناعه اللي عندنا مناعه خطيره جدا لا ما كتستقبل ما كناكلو خفافيش ما كناكلو فيران ما كناكلو الحمد لله كناكلو ما احل الله اش تعرف هاد البلاد انفومابل. غير باش فيروس كورونا ما كنتمناش انه يدخل المغرب وكنتمنى من وزاره الصحه هي تاخذ الاجراءات اللازمه لا في المعابر المائيه لا في المعابر زعما في المطار لا في المهم في الجميع وكنتمناو اللي شاف شي شينوي زقف قرقلو. لا ما عرفتوش لا هما اللي سمعتو كاع كافي سلموا السيده والرواح هذا هو اللي كنعرف. كورونا شنو هي كورونا بعدا؟ وشوفوا معنا هاد الشيء تا هو شنو قال. اليوم نكشف لكم على ان فيروس كورونا خرج ليس من الصين بل خرج من دين ابي بكر وعمر وبالذات خرج من عائشة وعمر بالذات. هذا بلا ما نردوا عليه حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غادي نقول فيه حسبي الله ونعم الوكيل في ذاك الناس. خوتي نطلب من الله يكون عجبكم الموضوع، ما تنساوناش بلايك ما تنساوناش بابونيرا حتى الموضوع ولا الفلوق الجاي. السلام عليكم تشوس.